الاحتفالات. إبراهيم مساك الله بالخير، أنت طبعا اليوم في بوليفارد رياض سيتي وراح تنقلنا الاحتفالات، أترك لك المساحة القادمة تنقلنا مظاهر الفرح والاحتفال لديك، تفضل. مساء النور محمد، اليوم مساء من الرياض لحكومة الكويت قادة وشعب، كل رسائل التهنئة والفرح والسعادة بالتزامن مع اليوم الوطني الكويتي 61. اليوم مسرح محمد عبده أرينا وحنا في خلف هذا المسرح راح يشهد ليلة فنية غنائية مسرحية عظيمة، وبالحديث عن العظمة تقف بجانب النجمة الفنانة القديرة حياة الفهد. في البداية رحب فيك. أهلا يا هلا فيك. اهلا فيك. يا مرحبا فيك. اليوم الوطني للكويت 61، كلمه حابه تقولينها بهالذكرى والمناسبه الغاليه علينا. اولا احب ازف ايات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين في يوم التاسيس الوطني، والشعب السعودي الكريم ادام الله عليكم افراحكم وحفظكم من كل شر. كذلك أحب أزف آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولي عهده الأمين والشعب الكويتي الحبيب. إن شاء الله تكون أعيادنا دائما تمر علينا بالخير والأمن والأمان، وأحلى حدث هذه السنة صار أن تكون أعيادنا وأعياد المملكة في نفس الأسبوع. أدام الله علينا وعلى دول الخليج والدول الإسلامية عامة كل الخير والسعادة والأمن والأمان، والله لا يفرقنا. وكذلك أحب أشكر سعادة المستشار تركي آل الشيخ أبو ناصر على احتفائه بأعيادنا الوطنية في دولة الكويت في المملكة العربية السعودية. حياكم الله وما قصرتوا، وشكرا لكم من كل القلب. بالتأكيد الله يديم الأفراح والسعادة دائما. اليوم سؤالنا عن الليلة الجميلة اللي راح نقضيها اليوم إن شاء الله بمشاركتكم مع الفنانين المطربين وأيضا الفنانين الممثلين، كيف راح تشوفين المشاركة اليوم؟ إن شاء الله يا رب تكون جميلة وتكون خفيفة على الجمهور، هي فقرة صغيرة لكنها إن شاء الله توصل لهم بمعانيها بالكوميديا اللي فيها، إن شاء الله يحبونها. كلمة أخيرة حابة توجهينا. كل الشكر والتقدير للمملكة الحبيبة والشعب السعودي، أدام الله أفراحكم يا رب. شكرا لكم. شكرا لك ولوقتك. شكرا. يعطيك العافية. طبعا كانت معنا الفنانة القديرة حياة الفهد اللي أطلعتنا عن انطباعها اليوم وفرحتها اليوم بمناسبة اليوم الوطني الكويتي 61. طبعا اليوم مسرح محمد عبده راح يشهد عرض موسيقي مسرحي بمشاركة نخبة من النجوم، نجوم الفن الكويتي. طبعا يؤدي نجوم الغناء من ضمنهم نوال الكويتية ونبيل شعيل وعبد الله رويشد ومطرف المطرف ومساعد البلوشي، وأيضا هناك راح تكون وصلات فنية تمثيلية راح تتخلل العرض من خلال مشاركة مجموعة من الفنانين على رأسهم الممثلة القديرة حياة الفهد والممثل القدير سعد الفرج والممثلة القديرة سعاد عبد الله. طبعا خلال نصف ساعة إن شاء الله راح ينطلق هذا الحفل أو العرض، الحفل والعرض الموسيقي، بانتظاره إن شاء الله، وراح نوفيكم كل التفاصيل في وقتها بإذن الله. يعطيك العافية إبراهيم، أنت واقف قبل شوي جنب التاريخ حياة الفهد، الله يعطيك العافية إبراهيم على هاللقاء، وإحنا مستمرين إن شاء الله معك في ثنايا هذه التغطية والحلقة، تظهرنا دائما الجديد لديك في بوليفارد رياض سيتي.